السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. قبل 9 سنوات صدح الحشد باسم العراق نحو السماء اللي كانت شاهدا على جولات أسود البرية ونسور السماء. هذا التأسيس كان استجابة وطنية لمخاطر الإرهاب الحقيقية اللي دخل العراق من أبواب واسعة فتحها بعض من الخونة ومقادير الفساد المرتفعة في حتى التف ووصل حدود بغداد. لكن ما هي إلا مسألة زمن وأعاد الحشد تشكيل الصورة حينما ناداهم جبل العراق وسهله، فتسابقت أقدامهم أقداما وأصبح المشهد الإرهاب في تدهور ورأية العراق ترفرف. 9 أعوام من الانضباط والدماء الزاكية لا تزال تقدم حفاظا على أرض الحضارات والتاريخ والأنبياء والمرسلين والأولياء، مهد الحضارات والمجد التليد، ومنذ برهة الفتوى لا تزال هذه القوة هي الحامية، وبعد مدة أضيف لها البناء. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فإن الموازنة الثلاثية بأرقامها الانفجارية لا تزال ضيفا ثقيلا تحت قبة التشريع. 3 ليال من المداولات والتلويح بأوراق الانسحابات وتمسك آخر بضرورة تحقيق العدالة بين المحافظات، كلها أوراق متقاطعة كانت تهدد نصاب الجلسات. لكن اتفاقات اللحظات الأخيرة أضاف رصيد لجهود الانعقاد والتصويت على أغلب المواد وصولا إلى المواد اللي فجرت الخلاف بين الأعضاء. وما إن ينتهي المجلس من مهمة القراءة والتمحيص ويصوت، فإنه أعطى الضوء الأخضر للحكومة بتنفيذ برامجها وما ألزمت به نفسها. هذين الملفين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة. تفضل بقى ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا المشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريمين سماحة الشيخ الدكتور خالد الملة رئيس جماعة علماء العراق. أهلا بك سماحة الشيخ ضيف الكريمة. أهلا وسهلا. وكذلك ينضم معي بالصوت والصورة عبر الأقمار الصناعية الأستاذ جواد الساعدي الأمين العام لحركة الجهاد والبناء من بغداد. حياكم الله أستاذ جواد. سماحة الشيخ، نتحدث عما وصلت إليه هذه المؤسسة العسكرية من إمكانات وقدرات نوعية. تفجرت الفتوى قبالة غزو داعش للبلاد، وهنا نتحدث عن جزئية ما سمي السقوط، سقوط الموصل قبل بال2003، سقوط بغداد، الأنظمة التي تسقط ولا المدن هي التي تسقط. بالتالي صدر لنا تعبير سقوط هذه المدن، ونتحدث عن فتوى جهاد كفائي دحرت كل هذه المخططات. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك ولل الحاج المجاهد الأخ جواد الساعدي والسادة المشاهدين جميعا. الحديث عن ما تفضلت به يعني يحتاج إلى كلام مطول، أن نعود إلى الوراء قليلا وباختصار. يعني قبل سقوط هذه المدن بهذا اللفظ المجازي الذي يعني أشعر أنك لا ترتضيه، لكن نفترض أن هذا مجازا نقول أنها سقطت. طبعا هذا السقوط لم يأتي من كما يدعي البعض في يوم وليلة، جاء عبر تحديات طويلة ولسنوات عديدة، كانت هذه عبارة عن عوامل إلى الانهيار الكامل. يعني من عام 2003 إلى عام 2014 هنا وصل حد النهاية، يعني أنه آن الأوان أن تسقط هذه المدن أو أن تغزى هذه المدن من عصابات داعش. طبعا بالعوامل المتعددة، هنالك عوامل خارجية وهنالك عوامل
داخلية، وهنالك تقصير حكومي أيضا كان سواء من القوات الأمنية اللي موجودة في ذلك الوقت أو من الحكومات المحلية أو المركزية. المهم بمجموعها شكل لنا هذا الوضع أنه هذه المدن لابد أن تكون بيد داعش. المخططات كلها كانت تتكلم عن انهيار حيث لا عودة، يعني هذه سوف تأتي وهي التي تكون منقذة لهذا الشعب المظلوم كما يقولون وينتهي الأمر، يعني هذه الحدود التي كانت بين أيديهم. أنا أجزم لك جازما الآن بعد هذه السنوات الطوال، أجزم لك أنهم لم يكن في بالهم ما يسمى بالفتوى، بفتوى الجهاد الكفائي، يعني بعض الناس تسميه بيان، بعض الناس تسميه إصدار، المهم هذه فتوى خرجت على لسان أهم وكيل للإمام السيستاني في ساعة العسرة. هذا واحد، الفتوى الكفائية التي دعت جميع المواطنين للتطوع والوقوف ضد هذه العصابات المجرمة، عصابات داعش. العامل الثاني الذي لم يكن بالحسبان وهم يخططون أن أبناء الجنوب سوف ينتفضون جميعا، وكلنا رأينا ورأيتم الشاحنات بالعشرات، الشباب يتراكضون خلفها كي يصعدوا فيها، هم يعلمون أنهم ذاهبون إلى الموت، إلى القتل، إلى المفخخات، إلى عصابات داعش، لكنهم كانوا يصرون على أنهم منهم الذي يصعد قبل صاحبه. هذا شفتوها بالصوت والصورة، هذا ليس كلام قبل ألف عام، هذا موجود ومثبت. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث هم نجحوا به نسبيا، وهو مقاطعة المجتمع الدولي أولا لنا، يعني في بداية الأمر المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية أصلا أعطى ظهرها لنا، لم تكن بالحسبان أن الجمهورية الإسلامية في إيران سوف تفتح مخازنها وتقول تعالوا هلموا خذوا ما تريدون، ونحن كقيادات نأتي معكم بصفة مستشارين. هذا أيضا لم يكن بالحسبان. هذه العوامل. والعامل الرابع الذي ينبغي أيضا لا ينسى هو بعض أهالي هذه المناطق أستاذ، يعني هذا مهم جدا حتى لا نبخس الناس أشياءهم، يعني رجالا ونساء، أمية جبارة أكيد تعرفها جنابك وراحت شهيدة وهي تتصدى إلى الإرهاب. فالعامل الرابع هم أهالي المناطق التي غزيت أو احتلت من قبل عصابات داعش، وبين قوسين العوائل أو العشائر السنية الكريمة التي ساندت أبناءنا. كل هذه العوامل أوجدت لنا شيء اسمه الحشد الشعبي. الحشد الشعبي هذا لم يكن بحسبانهم أبدا. وبوجهة نظري إذا سمحت لي، أنا لا أريد أن أتجاوز لأن في الحلقة عندنا مجاهد ومقاتل في المعركة، لا نريد أن نتجاوز بالحديث وهو يعني يشترك معنا. أنا على وجه الخصوص أقول أصلاً هذا الحشد أصلاً جاء متأخراً، لابد للحشد الشعبي أن يتكون من عام 2004 و2005 لما كانت المفخخات تضرب بأبنائنا شمالاً وجنوباً، طيب، شرقاً وغرباً، طيب، في كل يوم العشرات من أبنائنا يقتلون. في ذلك الوقت لابد كان أن تشكل، نعم، يشكل هذه المؤسسة التي هي رديف ومساعد ومشجع للمؤسسات الأمنية، نعم، الأخرى. هذه أيضا مؤشر يجب أن نناقش مجددا. حياكم الله أستاذ جواد. يتحدث سماحة الشيخ الملة عن أن فتوى الحشد الشعبي أو تشكيل الحشد الشعبي يجب أن يكون منذ 2004، وهنا نشير إلى فصائل المقاومة الإسلامية التي عملت منذ ذلك الوقت المبكر في المقاومة ومقاومة المحتل الأمريكي، وصولا إلى فتوى الجهاد الكفائي حيث كانت هي النواة الحاضرة والمعبأة والمسلحة اللي التف أيضا حولها الحشد الشعبي بمتطوعيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي ومتابعي قناتكم الكريمة. في البداية نهنئ ونبارك إلى المرجعية الدينية الرشيدة المتمثلة بالإمام آية الله العظمى السيد علي السيستاني صاحب الفتوى وصاحب هذه المناسبة العطرة والعزيزة على قلوب جميع المؤمنين والمسلمين والمحبين، ونبارك للشعب العراقي وللأخوة المجاهدين من أبناء الحشد الشعبي انطلاق هذه الفتوى والذكرى السنوية التاسعة لانطلاق هذه الفتوى العظيمة، الفتوى التي أعادت الهيبة للعراق وللشعب العراقي وغيرت موازين في المنطقة، ليس في العراق فقط بل في عموم المنطقة. نعم، بالنسبة للحشد الشعبي اليوم الذي هو يعتبر نتاج هذه الفتوى المباركة، وهو اليوم الرديف الأساسي للقوة والأجهزة الأمنية، اليوم المنظومة الأمنية العراقية تعد من المنظومات المهمة في المنطقة، وبتكاملها وبتضامنها فيما بينها وعملها المتضامن والتكاتف فيما بين كل أقسام القوة الأمنية من الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والقوة الجوية وجميع المسميات الأخرى الأمنية، وأجهضت هذا المشروع الخبيث، مشروع داعش، هو ليس مجموعة متطرفة أو نحمل بها جهة معينة في داخل العراق، هو مشروع استكباري كبير مثل عندما وضعوا الخطة لإسقاط صدام، يجدوا أو يضعوا الخطط البدائل إذا صادفهم أو إذا واجهتهم أمور لم تكن في حسبانهم، فكانوا مخططين لهذا الأمر، وهي جاءت هذه معبئة بعقيدة فاسدة، عقيدة منحرفة، عقيدة دموية، عقيدة ضد الإنسانية جمعاء، ليس ضد المسلمين فقط وليس ضد الشيعة فقط ولا ضد العراق فقط، بل هي غدة سرطانية أرادت أن تلتهم العالم بأسره. لكنه هذه الفتوى وأول الملبين لهذه الفتوى الشعب العراقي طبعا بكل أطيافه. اليوم عندنا بالحشد الشعبي يوجد الحشد الأيزيدي ويوجد الحشد العشائر من الأخوة السنة، يوجد الحشد المسيحي، يوجد من الأكراد موجودين ضمن الحشد الشعبي، والكثيرين من الأخوة الشيعة من أبناء محافظات الوسط والجنوب هم ملبين لهذه الفتوى، والآن يدافعوا ويقاتلوا ويستشهدوا في المناطق الغربية والمناطق الشمالية دفاعا ومن أجل تحرير العراق وأن يبقى العراق حرا وسيدا ومستقلا لا دخل للأجنبي في وضعه وفي إدارته. طبعا الفصائل المقاومة كانت هي أولى الملبين لهذا النداء لما تمتلكه من خبرة ولكونها لديها حالة تنظيمية، فأصبحت هي في بادئ الأمر محاط لاستقبال المتطوعين والناس الذين أرادوا أن يلبوا هذه الفتوى، لأنه عندما يريد مجموعة معينة أو شخص معين أن يذهب يقاتل فلا بد أن يكون ضمن مجموعة ومجموعة ماسكة، فكانت هذه الأحزاب والفصائل المقاومة هو أول من مسك بالأراضي خصوصا في أطراف محيط بغداد باتجاه سميات، والحمد لله اليوم أصبحوا كلهم جزء من هذه المنظومة اللي أصبحت هي منظومة كنا بأمس الحاجة إليها في ذلك الوقت، لكنه اليوم بفضل هذه الفتوى وبمجيء هؤلاء الأوباش إلى أرض العراق وعاتوا الفساد ونشروا حالة القتل والرعب بين أوساط كل المجتمع، لم يسلم منهم لا الأيزيدي ولا المسيحي ولا السني ولا الشيعي وضد الإنسانية جمعاء، فبالنتيجة اليوم أصبحنا نمتلك هذا السلاح القوي والظهير القوي للأجهزة الأمنية، واليوم هو يعتبر صمام الأمان بعد المرجعية الدينية اللي هو اسم الحشد الشعبي، ونحن في هذه المناسبة ومن خلال شاشتكم الكريمة نحيي كل أبناء الحشد الشعبي، نحيي عوائل الشهداء الأبرار، الشهداء القادة قادة النصر الذين سهروا الليالي والأيام وتواجدوا في الخنادق وحملوا البنادق وتصدوا لكل المعارك، وأيضا عوائل شهدائنا الآخرين، كل شهدائنا الذين سدوا الحشد الشعبي أنطى وأسوة بالآخرين، أيضا حتى الأخوة في الدفاع والداخلية أنطوا الآلاف من الشهداء، لكنه أبناء الحشد الشعبي أنطوا أكثر من 10,000 شهيد وأكثر من 80,000 جريح، أو أكثر من 100
وأربعين ألف جريح، فهذه هي رقم ليس بالهين، رقم كبير جدا، لكنه اليوم هذا الرقم وهذه الخسارة تكللت بالنصر، تكللت بتحرير العراق، هذا النصر تحقق بأرادته المرجعية وهو تحرير المعادلة اللي أضافها الحشد الشعبي عبر لوغاريتمات، واستقلال لوغاريتمات صعبة، واليوم الدفاع عن كل المقدسات. طيب دعني أستاذ جواد أنتقل إلى سماحة الشيخ، لما نتحدث عن بناء الإنسان بالتالي هو أهم وأجل وأكبر من إعمار الأوطان، نتحدث عن هذا البناء قبالة ماكينة إعلامية كانت تصف الحشد الشعبي بأنه المخرب المدمر، هل استطاع الحشد الشعبي أن ينقل هذه الصورة الإنسانية عبر شهدائه عبر أبطاله، ليس فقط من القيادات بل حتى على مستوى المقاتلين البسطاء، إحنا أهلكم لا تخافون جينا نحرركم، التعامل مع الأطفال مع الشيبة، فبالتالي هل استطاع الحشد الشعبي عبر هذه الحالات الإنسانية أن يغير الصورة النمطية اللي رسمها الإعلام الأصفر في المناطق المحررة؟ أولا الماكينة الإعلامية التي تعمل ضد الحشد الشعبي لم تتوقف، بل أني أسمع بعض ممثلي الشعب اللي هم أعضاء مجلس النواب بعضهم يتحدث بسوء بكلمات لا تليق ضد الحشد الشعبي، وهو يعلم جيدا أنه لولا الحشد موجود ما كان عضو برلمان، هو ما صار عضو برلمان ودخل لقاعة البرلمان، فهو من يدخل لقاعة البرلمان خلي يتذكر أنه لولا أبناء الحشد الشعبي وقيادات الحشد الشعبي وقادة النصر الكبار الذين ضحوا بأنفسهم ما كان هو يوصل إلى البرلمان، ولا كان يحكمنا لأن أبو بكر البغدادي أو أبو حمزة المصري أو من هالأسماء هذول اللي من أي زبالة من هالزبالات أتوا علينا. هذا واحد، فالماكينة الإعلامية فضلا عن الماكينة الإعلامية لبعض القنوات العربية التي لا زالت تسيء لهذه المؤسسة الأمنية المهمة. الحشد الشعبي من اللحظة الأولى التي انطلق فيها انطلق بمشروعه الإنساني، يعني هو حينما دخل إلى ساحة المعركة قبل أن يقاتل الدواعش كان يفكر كيف ينقذ العوائل، وهذا أنا مو أحد سولف لي، يعني أنا أيضا كنت أحضر إلى بعض المعارك سواء بالفلوجة أو في القرمة أو في الموصل، وأسمع من لسان الحاج أبو مهدي المهندس أو من غيره من القيادات يضعون خطط كاملة كيف ينقذون العوائل، الأطفال، النساء، العزل، وهذه الأيقونة التي أطلقها الشهيد الإعلامي حيدر المياحي هذه أصلا أيقونة لازم أسمعها في كل يوم، لا تخافون إحنا أهلكم بهذه الطريقة الجنوبية البسيطة المبسطة، رسالة اطمئنان، وهذا الذي قاله الشهيد حيدر المياحي هو مو كلمات شخصية تابعة له، أنا أقدر أقول لك والحاج الساعد يمكن يساعدني بهذا، هذه هي أخلاقنا وهذه هي قيمنا، هذه قيم أهل الجنوب وأهل البصرة وأهل ميسان وأهل ذي قار والمحافظات الأخرى مع اعتزازنا مع لكل أبناء العراق، لكن هذه الأيقونة لأن أنت كنت مقابل ذلك كنت تتعرض لهجمات وليس لهجمة، يمكن هجمات للمقربين لك في البلد، بعض الأحيان هذا البعيد عنك القنوات فضائية عربية تقول هذا بعيد ما يعرف جاي يصير، وياك عايش بالمنطقة ويرى بأم عينه، يرى أن هؤلاء قتلة وهؤلاء منقذون، يترك القتلة لا يتحدث عن داعش ولا عن جرائم داعش، يتحدث يعني عن أشياء يتصورها بخيالي حتى يسيء لأبناء الحشد الشعبي، بدلالة المشروع الإنساني الذي أتوا به أو أتت به هذه المؤسسة مع أبنائها، كل النوازل التي يعني أصابت العراق منذ تأسيس الحشد إلى يومنا هذا هم يشتركون فيه، حتى أنا تابعت بعض الماكينات الإعلامية وصلت إلى حد السخرية بأبي علي الكوفي، أبو علي الكوفي ده يسوي مو أي مصيبة صارت أخذ ماكينات الحشد الشعبي وقدرات وجهد الهندسي وراح إذا بناية ساقطة أو إذا أكو حريق أو إذا أكو مشكلة
المهم هم يشوشون كل شيء ويسودون كل شيء، لكن أنا أستطيع أن أقول لك الحشد الشعبي نجح في الجانب الأمني، نجح في الجانب القتالي، نجح في جانب الاستخباراتي، هذا مهمة ولا تذكر كثيرا في الأوساط الإعلامية. الجهد الاستخباراتي التي عاون به المؤسسات الرديفة إلى الأخرى، جيش، شرطة اتحادية إلى آخره، من أمن وطني غيره، هؤلاء ولذلك منذ تأسيس الحشد الشعبي ووقوف هذا الحشد على قدميه انقطعت تماما كل المفخخات على بغداد، خاصة بعد تحرير جرف النصر وبعد أن أصبحت بأيدي أبنائها. الشاهد كلك شاهد، العامل الإنساني للحشد الشعبي كان حاضرا ولا يزال إلى يومنا هذا هو حاضر في جهده، في قوته، في أبنائه. قبل يومين ثلاثة حجاج بيت الله الحرام ذهبوا هو مع إخوانه من القوات الأمنية يؤمن طريق البر للحجاج الذاهبين إلى بيت الله الحرام. يعني أصبح جزء لا يتجزأ بل جزء مهم من المؤسسة الأمنية، بل في بعض الأحيان من المؤسسة الاجتماعية. فوق هذا وذاك إذا سمحت لي بأقل من دقيقة، التوجه العقائدي، يعني الحشد الشعبي حينما أسس لأن قادته من امتداد ديني فرضوا أن يكون في هذه المؤسسة توجيه عقائدي، ولأنهم يؤمنون بالوحدة الإسلامية توجيه عقائدي لأهل السنة وتوجيه عقائدي للشيعة، حتى لا يكون مثلا تضارب بالأمور، حتى لا يكون تكون أدلجة، حتى لا تكون أدلجة أنه جاء الحشد جاء حتى يشيع لا يشيع ولا ها. الشيعة لهم حقهم في التعبد والتعليم، حرية المعتقد، يعني مديرية عامة، هل تعلم بذلك أو لا سيدي؟ مديرية عامة لأهل السنة خالصة بأيديهم، وكذلك لأهل الشيعة. القصد يعني مو فقط الجانب الإنساني، أيضا الجانب التربوي الاجتماعي الأخلاقي العقائدي أيضا يعني يلعب دور كبير. وإن كان هذه المؤسسات الأخرى الأمنية أيضا يجب أن تنحى منحى الحشد الشعبي. طيب حاج ساعدي أستاذ جوادي، يعني ما تحدث سماحت الشيخ عن كل هذه المرتكزات في الحشد الشعبي، نتحدث بعد نجاحه في المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية، انتقل الحشد الشعبي إلى مساحة أوسع وهي مساحة البناء والخدمات، والجهد الخدمي خير مصداق لذلك. ما أدري سجاد إذا يسمعني الحاج جواد الساعدي، نتحدث عن هذه الجزئية، يعني حتى في الشعار اللي خلف حضرتك يتحدث عن اسم الحركة الجهاد والبناء انقطع. طيب ما بعد معارك التحرير، يعني هل ترى سماحة الشيخ من الضروري مواصلة مؤسسة الحشد الشعبي في اتباع الخطوات الصحيحة تجنبا لعدم نريد نحاول أنه مقاربة لمراكز دولية تصف أن الحشد الشعبي بأنه هو أقوى الأجهزة الأمنية الضاربة في الشرق الأوسط، وهذه القوة ستعرضه للكثير من المؤامرات، وهي لا تريد أن تقويه بالنتيجة، تريد أن تضعفه، وهذه المؤامرات أصبحت واضحة اليوم. طبعا شوف، من المؤكد بعد هذه النجاحات المتعددة لمؤسسة الحشد الشعبي، أكيد هذه الدوائر والمخابرات الدولية تسعى لإضعاف هذه المؤسسة، لا لسبب وإنما لسبب مهم ظاهري ليس باطني. هذا السبب أنه هذا السبب الظاهري أن هذه المؤسسات الخارجية خاصة لا تريد أمنا واستقرارا لهذه البلاد، أو تريد أن تتلاعب كيفما تريد ومتى ما تريد أو مع من تريد، لكن بوجود الحشد سوف يقطع عليها الطريق. وانت شفت حتى في بعض الأحيان خلافات داخلية من يكون الحشد حاضر ينتهي كل شيء. هذا ليس معناه هنالك تقصير من مؤسسات أمنية أخرى، لكن وجود الحشد
هو مساعد ومقوي ومدوم إلى 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 هذه المؤسسات الأخرى الأمنية وعلى رأسها الجيش الباسل، الجيش العراقي الباسل. وبالتالي محاولات الإضعاف موجودة، محاولات تقزيم هذه المؤسسة موجودة، بل محاولات يعني تفكيك هذه المؤسسة أيضا موجودة، بعض الأحيان بدواعي، مثلا بدواعي الطائفية، أن الحشد الشعبي لربما يعني له لون طائفي معين. ولذلك الذي قال، يمكن قاله الحاج الساعدي قبل قليل، إنه عندنا حشد عشائري، حشد سني، عندنا حشد أزيدي، عندنا حشد مسيحي. يعني هذه ساحة مفتوحة لكل مكونات الشعب العراقي. هذا الشيء أبدا لا تصدق أنه يروق لأعداء العراق، لا يروق للذين يريدون العراق دائما حمام من الدم وحمام من المشاكل، دائما ساحته ساحة فوران، هذا لا يروق لهم. طيب بالمقابل ماذا يقع على المفكر العراقي، على قائد الرأي العراقي، على القيادي المجتمعي العراقي؟ يعني من الضروري تخليد أبناء تضحيات أبناء الحشد الشعبي في الأعمال الفنية والمناهج الدراسية. ولكن قبل الإجابة دعني أعود للحاج الساعدي. أستاذ جواد، نتحدث عن ما بعد التحرير، وهنالك جهد في البناء ومهام كثيرة اطلع بها الحشد الشعبي في البناء، والرأي خلف حضرتك تتحدث عن الجهاد والبناء. بعد الجهاد كيف يكون البناء؟ طبعا الجهاد لا يختصر فقط على قضية حمل السلاح، وإنما اليوم احنا نعيش مثلا فتوى الجهاد الكفائي اليوم التي أطلقت من سماحة السيد الولي، السيد ولي أمر المسلمين سماحة السيد الخامنائي، فجهاد التبيين، العفو، جهاد التبيين. وهذا جهاد التبيين هو اليوم يعني أكو موجة إعلامية شرسة موجهة لإسقاط كل المقومات الموجودة لدى الشعوب وخصوصا الشعب العراقي. نرى اليوم كل الركائز الأساسية من مرجعية ومن مقدسات ومن تضامن اجتماعي ومن علاقات ووشائج موجودة ومن حشد ومن غيرها كلها مستهدفة من قبل القوى الإعلامية المرتبطة بالاستكبار العالمي. فاليوم نتيجة هذا التوجه المرجعيات الدينية أطلقت بأنه اليوم مرجعية سيسيستان قال لابد أن نحارب هذه الظواهر الدخيلة والظواهر الإعلامية الموجهة وتسمى بالحرب الناعمة، والسيد الخامنائي أطلق عنا جهاد التبيين. لابد أن نواجه ونبين الحقائق حتى يعرف المواطن وتعرف الناس وتعرف الشعوب ما هي الحقائق. اليوم قضية البناء أيضا هي مرتبطة، حررنا الأرض، لكنه إذا لم تبنى هذه الأرض هذه الشعوب لن تنتفض مرة ثانية، بالتأكيد ستنتفض وتطالب الحكومة وتطالب المتصدين، ولعله تطالب حتى الحشد أنه مثل ما نجحت أنتم بقضية الدفاع عن العراق لابد أن تساهموا في قضية بناء العراق. اليوم الحشد لديه مهام كبيرة، عندما بال 2018 اجتاحت الفيضانات مناطق الجنوب كان الحشد أول الحاضرين والمساهمين بإنقاذ أبناء المحافظات التي تعرضت في محافظة ميسان وفي محافظة واسط وأيضا في محافظة البصرة. عندما تعرضت سوريا إلى الزلزال الشديد وأودى بحياة العشرات من أبناء الشعب السوري كان الحشد أول المبادرين بقضية إنسانية. الحشد اليوم ليس فقط بالعراق، حتى في داخل العراق اليوم بدأ يسأم. أيضا اليوم مثلا عندنا الجزيرة، جزيرة البادية، وهي جزيرة متروكة تعد بملايين الدونمات من الأراضي الزراعية أو من الأراضي المتروكة. الآن مجرد أن نزل الحشد خلال هذه الأيام بدت اليوم الزراعة والمحاصيل الزراعية بدت تسوق إلى الأسواق بفضل هذا الحشد. فالحشد اليوم أصبح يعني فد حراك مبروك وأثر مبروك، أينما يحل يحل معه الخير. نتيجة الإخلاص، الشعب العراقي أو الوضع في العراق يحتاج إلى الإخلاص، يحتاج إلى شخص مخلص، يحتاج أن يكون المتصدي أن يكون مخلص وموالي. فنتيجة الإخلاص الموجود عند أبناء الحشيد والولاء الموجود عندهم للوطن، فبدت هذه حركاتهم كلها تثمر وتؤدي إلى النجاح، مثل ما نجحوا في مقارعة الإرهاب، في مقاومة الإرهاب،
في مواجهة الإرهاب أيضا نجحوا في المجالات الأخرى الخدمية، في مجالات البناء، في المجالات التي تتضرر اليوم. الجهد الخدمي الذي يخدم في المناطق النائية في أطراف بغداد وفي المحافظات الأخرى الجنوبية، في كل محافظات ليس في الجنوبية، في المحافظات الأخرى، فهذا الجهد الخدمي اليوم جزء كبير من عده هو معدات والأدوات الحشد الشعبي اللي هو اليوم احنا نفترض كلها نفتخر بها، لأن كلها اليوم الجهد إذا كان عند الحشد يفتخر به الآخر في الوزارة الأخرى، لأنه يؤدي الدور ويساعد هذه الوزارة في عملها. الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والمحافظين يجب أن يفتخروا بوجود هذه الآلة الموجودة عند الحشد، لأن ساعدتهم في حل كثير من مشاكلهم. اليوم مناطق اليوم موجودة في أطراف بغداد بعمرها لم يدخلها مسؤول ولم تصلها أي آلية، اليوم بفضل الجهد الخدمي واللي هو الحشد جزء أساسي في هذا الجهد، اليوم بدأت توصلها الخدمات وبدأت الناس تترحم على شهداء الحشد وتترحم على الحشد. طيب. فالتحديات قائمة يجب أن نواجهها في كل زمان وفي كل مكان. التحديات ليس فقط التحديات بالجانب العسكري، الآن تحدياتنا من نوع آخر. العدو جرب أنه العراق لا يمكن أن يعني مرة ثانية يصطدم بالعراق أو يواجه العراق عسكريا بوجود مرجعية دينية وفي حالة الضرورة تقول كلمتها، وأيضا بوجود أبناء كثيرين ومن مختلف الطوائف والقوميات تلبي هذا النداء كما حصل في فتوى 2014، وأيضا بوجود الآخرين الأصدقاء من الدول الأخرى وخصوصا الجمهورية الإسلامية التي ساهمت معنا على طول التاريخ، وخصوصا في يعني في قضية إيواء العراقيين في ذلك الوقت قبل السقوط والسماح لهم بمواجهة صدام وفتح الحدود. كل هذه الإيرانية لمزاولة قبالتها كانت هنالك تضحيات، وأيضا في قضية مقارعة الأمريكان وفي قضية داعش وأنطت من خيرة قادتها شهداء وعلى رأسهم الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والآخرين. نعم سمحت الشيخ في دقيقة إذا تسمح نتحدث عن تقليد هذه التضحيات، بالتالي التنشئة الاجتماعية تستوجب بأن يكون هنالك مناهج دراسية، هنالك نصب تذكارية لتخريج هذه التضحيات، كيف من الممكن استثمار هذا الموضوع؟ والله أهم شيء أن ندخل ذلك إلى المؤسسات التربوية. لأن أنت تنشئ الأطفال وهذا من حقنا، بل هذا من حق الشهداء علينا والمضحين لنا، أن نعلم أبناءنا وهم صغار هؤلاء الذين ضحوا، هؤلاء الذين قدموا أنفسهم، هؤلاء الذين قدموا دماءهم لأجل أن تبقى أنت وتكبر وتنشأ في هذه البلاد. يعني الإنسان يعني كيف يتعلم مثل هذه الحقائق إذا لم يكن في المدرسة وهي المحطة الأولى؟ ثم مجالسنا، مجالس العشائر، هذه الدواوين العشائر، مجالس الدين، خطباء المنابر، حتى المثقف، حتى الفنان، حتى الشاعر، حتى هؤلاء كلهم مشتركون في هذه المسؤولية. الإعلام كلنا تحت طائلة هذه المسؤولية الإنسانية الوطنية التي تتحدث عن تضحيات شيء اسمه الحشد الشعبي. فضيلة الشيخ دكتور خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق، شكرا جزيلا لحضرتك في الحوار، والشكر الموفور لجنابكم الأستاذ جواد السعد الأمين العام لحركة الجهاد والبناء، حدثتنا مباشرة من بغداد عبر الأقمار الصناعية. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم المجلس الاعلى للاسلام العراقي، ضيفا كريما في الاستوديو. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا، حياكم الله وبياك. نتحدث عن تقدم مجلس النواب في ثالث ليالي التصويت،
على الموازنة اللي اجت بالتقسيط غير المريح للمواطن. نتحدث عن جزئية الحزب الديمقراطي، هل تيقن بأن انسحابه من الجلسات أو لغة التهديد بالانسحاب لم تضعف لغة الأعداد وإكمال النصاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم ولجميع المشاهدين الكرام، وشكرا على هذه الاستضافة. في الحقيقة يعني التخصيص غير المريح يعني يجعلنا نذكر أن هذه الموازنة هي موازنة لثلاث سنوات، وهذه تجربة جديدة. يعني هذه أول حكومة تقدم موازنة لثلاث سنوات، وأول برلمان يشهد تشريع وإقرار موازنة بهذا الحجم وهذا العنوان، وإن كانت استندت هي في الحقيقة إلى قانون الإدارة المالية في هذه المسألة. لو نعود ونتذكر يعني أولى الإشكالات التي كانت تطرح على هذه الموازنة في بداية ما قدمتها الحكومة كأطر عامة، كانت هناك ثلاثة إشكاليات أساسية حقيقة، لعله هي كانت في مقدمتها قضية العجز في هذه الموازنة، كمية واردات الدولة لا تغطي كمية المصروفات، قضية سعر برميل النفط وخطورة الوضع الاقتصادي العالمي وربما يتعرض إلى هزات مما يعرضه إلى النزول، وقضية أنها موازنة لثلاث سنوات وهي مسألة جديدة كما أشرت. بعد أن جاءت هذه الموازنة إلى مجلس النواب وأخذت اللجنة المالية دورها في قضية البحث والتمحيص في موادها، حقيقة كشفت عن يعني ثغرات وإشكاليات يعني دقيقة وكبيرة ومهمة، لعله من أهم هذه الإشكاليات هي قضية ما أشرت إليه جنابك في قضية مخالفة الدستور في قضية تصدير النفط وإدارة شؤون الثروة الوطنية المتمثلة بنفط العراق بشكل عام. يعني نحن نعلم أن الدستور قد ثبت أن النفط والغاز ملك لكل أبناء الشعب العراقي، وأن صلاحية تصديره إدارته صلاحية اتحادية حصرية. من هنا في الحقيقة لم يكن مسموحا، وهذا طبعا حتى نؤكد أن الاتفاق السياسي المبرم الذي أخذ يعني لغط كثير في الإعلام أن الاتفاق السياسي هو اتفاق تحت الطاولة، هو اتفاق فيه تنازلات، الاتفاق السياسي الذي أبرم بين الإطار التنسيقي والأخوة الكرد وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يؤكد على الالتزام بالدستور كمبدأ أساس، ومنه تفرعت قضية إدارة النفط وتصدير النفط في الإقليم، ولذلك ثبتنا في الاتفاق السياسي وهذا ما مشت عليه اللجنة المالية وأقر في المواد المختلف عليها في اليومين السابقين، أن قضية تصدير نفط الإقليم يكون حصرا من خلال شركة سومو بإدارة بغداد، وأن يكون أموال هذا النفط في حساب مصرفي في البنك المركزي وليس بحسابات مصرفية أخرى، ويكون إدارة هذا المال بشفافية عالية بإشراف من قبل ديوان الرقابة المالية. نعم يكون هناك تنسيق بين بغداد وأربيل في قضية الصرف، ولكن على أن يكون قضية تصدير والإدارة بهذا الشكل. حقيقة هذه المسألة يعني هنا نقول من خلال قناتكم أن تصحيح هذا المسار مسألة أساسية وجوهرية، لا يمكن أن نعود إلى الوراء، يجب أن يكون واضحا. يعني اليوم الأخوة الكرد حقيقة مدعوون إلى أن يدركوا أن مبدأ تصفير المشاكل الذي تنتهجه حكومة السيد السوداني مدعومة بالإطار التنسيقي لا يعني أبدا أنه مبدأ تقديم التنازلات أو مبدأ السكوت عن المخالفات الدستورية إطلاقا. مبدأ تصفير المشاكل هو الذهاب إلى إيجاد حلول دستورية لها. ما قام به الإطار التنسيقي بدعمه لحكومة السيد السوداني واليوم مناقشات السيدات والسادة النواة في اللجنة المالية حققوا إنجاز كبير في هذه المسألة. كيف؟ من خلال تثبيت مسار دستوري سليم بأن تكون العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية مبنية للدستور. لا يمكن أن نتنازل عن إلى عدة إدارة دكتور. صلاحيات حصرية في هذه عدة ركائز أشرتها في معرض الإجابة، ولكن أخذ جزئيتين مهمة. الجزئية الأولى أنه موازنة لثلاث سنوات، شلون من الممكن راح تحسن الحكومة التصرف وفق ما يقره البرلمان لهذه الموازنة، وماذا سيحدث من استقرار هذا جانب. الجانب الآخر موازنة الوسط والجنوب، يعني لما الحكومة أرادت موازنة وزارات والبرلمان أرادها موازنة محافظات، هذه الجزئيتين كيف نقارن بينهما؟ أحسنت. موضوع الموازنة لثلاث سنوات هي في الحقيقة أرادت الحكومة من خلال يعني إعدادها لهذه الموازنة، وكما قلنا أنها استندت إلى قانون الإدارة المالية، وهي خطوة جريئة وشجاعة من السيد السوداني
في هذه المسألة، وكان الإطار داعم لهذه المسألة، وإن كان هناك بعض التخوفات كونها تجربة جديدة، إلا أنه أرادت حكومة السيد السوداني أن تبعث برسائل إلى الداخل السياسي وإلى أيضا الخارج فيما يخص يعني جذب الاستثمارات، بعث رسائل أن الوضع في العراق وضع مستقر، الأرضية مهيئة لأن تذهب الحكومة بأكثر فاعلية وأكثر جدية إلى أن تكون حكومة مشاريع وجلب الاستثمارات الاستراتيجية. نحن نعلم أن مسألة الموازنة في كل سنة هناك شد وجذب ونقاش واختلافات في وجهات النظر وقضية الحصص، عندما يأتي السيد السوداني ويقدم وصفة لموازنة لثلاث سنوات في هيكلها العام ثابت وفي بعض التفاصيل التي تتعلق بربما زيادة أو انخفاض سعر برميل النفط، نعم في ضوئها ستتغير الأرقام وسيعود إلى البرلمان لأجل أخذ الشرعية القانونية ومصادقة هذه التغيرات، ولكن بالمجمل ستكون الموازنة يعني ذات سقف مريح للحكومة حتى تذهب لإنجازات حقيقية على الأرض. لذلك هي من حيث المبدأ ومن حيث يعني مسارها كانت يعني خطوة في محلها وشجاعة ومدعومة، وإن كانت هناك بعض المخاوف وهي مخاوف يعني مبررة لأنها تجربة جديدة، لأن هناك يعني خوفا من قضية سعر برميل النفط وقضية العجز وتراكمه حتى لا تذهب الدولة إلى المجهول، ولكن يعني نحن نثق ب يعني البرنامج الحكومي الذي أعدته الحكومة وبالدور الرقابي بالنتيجة والساند للفضاء الوطني الموجود في البرلمان لهذه الحكومة وبرنامجها الحكومي. فيما يتعلق أنا انتخابات مجالس محافظات والانتخابات تولد مجالس محافظات ومحافظة، يعني بحاجة أيضا إلى موازنة خصوصا في محافظات الوسط والجنوب، وهذه مسألة مهمة جدا. يعني نحن حقيقة من الأمور التي تسجل للسيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية ممثلي محافظات الوسط والجنوب، الموازنة جاءت من الحكومة وهي مسؤولة عنها وقد وضعت في حسبانها في هذه الموازنة لمحافظات الوسط والجنوب واردات لمشاريع خاصة، ولكن جعلتها في حقيبة الوزارات من قبيل وزارة الموارد المائية أو وزارة الإسكان والإعمار، بل حتى في مشروع التنمية يعني قالت بأن المحافظات ستستفيد من البرنامج الحكومي في مشروع التنمية. نعم، هذه المسألة حقيقة وجد السيدات والسادة أعضاء اللجنة المالية أن هناك غبنا وظلما كبيرا قد نال المحافظات، مع أن الحكومة قد أنشأت يعني صناديق تنموية خاصة بالمحافظات، إلا أنه بعد التحقيق والكشف والبحث الدقيق عن هذه الأرقام وهذه الواردات وجدت أن هناك يعني عدم إنصاف في أن تنال هذه المحافظات استحقاقها من هذه الموازنة مقارنة ببقية المحافظات الأخرى. لذلك هذه المسألة أخذت يعني حيزا وجهدا كبيرا من النقاشات والمداولات، وكانت هناك مكاسب حقيقية لم تأخذ من استحقاقات أحد، وإنما أرجعت يعني بعض مستحقات هذه المحافظات إلى نصابها الصحيح. نعم، نحن مقبلون على انتخابات لمجالس المحافظات وهذا استحقاق دستوري وفراغ يجب أن يملأ. مجالس المحافظات يجب أن تصحح دورها وتأخذ مسارها الصحيح في أن تكون حكومات محلية حقيقية. اليوم حقيقة الشعب العراقي أصبح واعي وحاضر، والأحزاب السياسية أيضا يعني أخذت العبرة من مجمل العملية السياسية، واليوم مؤشر الثقة الصاعد عند أبناء الشعب العراقي في أنه الحكومة من أجلهم وتريد أن تذهب لخدمتهم وذاهبة لمشاريع حقيقية، كل هذا يجعلنا في جو متفائل أن الجميع ذاهب بهذا الاتجاه. ما ألفت الحكومة في تشكيلها من اتفاق حول الكتل السياسية واتفاقها حول تشكيل حكومة، لربما الموازنة ستكون سبب في حل هذا العقد، يعني بعد أن مرت الموازنة من أضيق محطات العبور والمرور لابد أن تكون هنالك بعض الانعكاسات المتوقعة لدى صانع القرار. هل أن هذا الموضوع سيؤثر على ائتلاف إدارة الدولة ما دام أن هنالك شدا وجذبا بين المكونات الثلاثة التي شكلت هذا الائتلاف؟ يعني ما نشهده حقيقة خلال اليومين الماضيين واليوم، يعني وإن كان هو طبعا في جوه الديمقراطي يعني مساحة من الاختلافات ووجهات نظر وهي مسألة في الجو الديمقراطي طبيعية، للآن لم تخرج عن هذا المسار، وحتى لو يعني قارناها بيعني حوارات سابقة مسألة المقاطعة وتعطيل الجلسات لم نشهد من هذا القبيل. يعني نعم اليوم الثالث ونأمل أن يكون اليوم الحاسم لإقرار الموازنة،
والكل يعني ذاهب إلى يعني البحث عن مصالح المحافظات. نعم. لا تخلو طبعا هذه الحوارات وهذه يعني الخلافات ووجهات النظر لعله من بعض المصالح الشخصية، من بعض المشاكل السياسية التي لا تصب في مصلحة الشعب العراقي. لذلك هي حقيقة دعوة من هنا أن تكون هذه الحوارات وأن تكون هذه يعني الاختلافات في وجهات النظر بالنتيجة كلها تصب في المصلحة العامة. مخرجات هذه الموازنة حقيقة ستكشف عن هذه المسألة في الحقيقة. الحكومة تنتظر، حتى ائتلاف إدارة الدولة بكل القوى السياسية في الحقيقة هي تنتظر، هي الآن أمام استحقاق يعني كبير ينتظرها. أبناء الشعب العراقي في جميع المحافظات ينتظرون إنجاز حقيقي. هذا الإنجاز لا يمكن أن يحصل والحكومة يعني مغلولة اليدين وليس لديها يعني الموازنة التي تتصرف بها. اليوم حكومة السيد السوداني يعني حكومة مشاريع، لديها برنامج حكومي الكل أيده، وهو برنامج خدمة وبرنامج مشاريع وبرنامج فرص عمل، ولكن يحتاج أن يكون هناك مرونة وأن يكون هناك ذهاب حقيقة لأن تتم إقرار هذه الموازنة لكي تذهب الحكومة لتمرير مشروعاتها الاستراتيجية المهمة. طيب، تعديلات اللجنة المالية اللي ضبطت الوضع المالي بين بغداد وأربيل، هل هي قابلة للتطبيق فعلا دكتور من وجهة نظرك ومن وجهة نظر المجلس الأعلى؟ يعني في الحقيقة لا يصح إلا الصحيح في هذه المسألة. هذه التعديلات هي تعديلات تستند إلى الدستور. نحن حقيقة نثبت أن ما تم في المرحلة السابقة هسه بفعل الظروف الاستثنائية حتمية أن يكون هناك توافق سياسي وأن تكون هناك تغليب للمصلحة العامة وأن لا يكون هناك يعني كسر وطني في مجمل العملية السياسية. ذهبت العملية السياسية بهذا الاتجاه. اليوم في الحقيقة نحن أمام عهد جديد، نفط الإقليم، أي قطرة نفط أي برميل نفط هو ملك لكل أبناء الشعب العراقي. نعم. عملية تصديره وإدارته وفق الدستور صلاحيات اتحادية حصرية. نعم، مو فقط يمكن العمل بها بل هذا الواجب. ونحن نعلم كيف أن القضاء العراقي كان حاضرا وقويا وشجاعا ومؤثرا في هذه النقطة تحديدا. المحكمة الاتحادية كان قرارها واضح وليس لديها مرجع إلا الدستور، لا مرجع سياسي ولا قضية خلافات ولا مسألة. وحتى الموقف الدولي في القرار الدولي في هذه القضية، لاحظ أن هذه هي البوصلة السليمة. إذا ما أردنا أن نعبر هذه المشاكل أن هذا المتغير هو بداية جديدة وبداية صحيحة لتعديل المسار، يجب أن نتمسك به جميعنا. لاحظ حتى الأخوة الكرد اليوم ليس هم الأخوة الكرد فيما مضى. الاتحاد الوطني الكردستاني يريد أن يعدل بوصلة العلاقة ويريد أن تكون إدارة النفط إدارة اتحادية كما أرادها الدستور. لذلك اليوم حقيقة نحن نعتقد أنه عهد جديد، صفحة جديدة، المسار الدستوري هو الذي تغلب. اليوم ليس هناك يعني جهة سياسية يعني غلبت وجهة سياسية خسرت في هذا الموضوع. رسالتنا لإخوتنا في إقليم كردستان، من غلب في هذه التعديلات هو الدستور العراقي، هم أبناء الشعب العراقي. يجب أن نتمسك بهذا المنجز، وهو منجز سيجعل يعني سفينة العملية السياسية يعني تخوض طريقها بشكل آمن وسليم. هذه مسألة حقيقة يجب أن نكون كلنا في توافق في هذه المسألة ومطمئنون. ورسالتنا لأبناء الشعب العراقي في إقليم كردستان كما في بقية المحافظات، هذا منجز حقيقي، بوصلة العلاقة تعدلت، يجب أن نحتكم إلى الدستور في هذه المسألة ونكون كلنا يعني فرحون بهذا المنجز. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الدفاعي المتحدث الرسمي باسم مجلس الأعلى للإسلام العراقي أثرة الحوار في هذا الملف. والشكر كثير لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى. في أمان الله.